السلام عليكم. هل يشترط كود البناء السعودي ان يكون الحد الاقصى لارتفاع المبنى 12 متر؟ هل في حاجة في الكود بتقول ان الحد الاقصى للمبنى 12 متر؟ تمام، هذا الاشتراط يعتبر تحديد للارتفاع الكلي للمبنى، وده بيخص وزارة شؤون البلدية والقروية والاسكان، ولم يرد من ضمن متطلبات كود البناء. اللي ورد في كود البناء بس عدد الادوار للفلل، تمام، عدد الادوار فقط. يبقى اللي جه في الكود عدد الادوار 3 ادوار، ارضي اول روف. اما الارتفاع 12 متر لم يرد في الكود، الكود ما قالش عدد الادوار، لا قال عدد الادوار. طب قال ارتفاعهم كام، 12 15؟ لا، ده مش من اختصاص الكود.